أهلا بكم. يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جولة خليجية لثلاثة أيام تنطلق من السعودية ثم قطر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. ووفقا لمصادر تركية رسمية ستتناول المباحثات بين أردوغان وقادة الدول الثلاث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات في سوريا واليمن والعراق والسودان وليبيا وفلسطين. إذن ماذا يحمل الرئيس التركي في جعبته خلال هذه الزيارة؟ للمزيد نرحب بمراسلنا من اسطنبول ربيع السعوب. أهلا بك ربيع. يعني قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس التركي حول هذه الزيارة الخليجية، على ماذا يراهن في هذه الزيارة؟ الزيارة طابعها اقتصادي، هذا ما قاله أردوغان قبل قليل خلال المؤتمر الصحفي من مطار أتاتورك. قال: لدينا آمال كبيرة بتعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري مع دول الخليج الذي كان قبل 20 عام مليار و600 مليون دولار، اليوم نتحدث عن 22 مليار دولار بين تركيا ودول الخليج. طبعا الدعوات لتعزيز الاستثمار مستمرة على لسان أردوغان وعلى لسان المسؤولين الأتراك. نتحدث عن السعودية مثلا، التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 6.5 مليار دولار سنويا. تركيا تريد أن يصبح هذا الرقم 30 مليار دولار، لذا تريد عقد اتفاقات تجارية واستثمارية، تبحث عن رؤوس الأموال الخليجية. هذا ما أكده الرئيس التركي قبل قليل. قال: أرسلت نائب الرئيس ووزير المالية إلى دول الخليج وتلقيا إشارات برغبة قوية بإجراء استثمارات هنا في تركيا، لذا سأذهب إلى هناك وأؤكد هذه الاستثمارات ونرى ماذا يمكن أن نعمل سويا. تحدث أيضا عن تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الخليج كافة، وقال إن تركيا أيضا لديها استثمارات في دول الخليج وتسعى لتعزيزها وتنتظر أيضا تعزيز الاستثمارات الخليجية. السعودية، قطر، الإمارات، هذه الجولة التي سيقوم بها الرئيس التركي ولن تكون اقتصادية، ولكن طابعها العام اقتصادي، لن تكون اقتصادية فقط بقدر أيضا ما تدخل السياسة. نتحدث عن قضايا إقليمية مشتركة تهم الجانبين، الخليج وتركيا. نعم. طب سريعا ربيع، يعني دعنا نتحدث عن ردود الفعل حول هذه الزيارة وما المنتظر. المنتظر هنا اقتصاديا، جودة يلماز استبق هذه الزيارة بتصريحات، قال إننا ننتظر استثمارات ضخمة خليجية في مجال الصناعات الدفاعية، البنية التحتية، الطاقة، أيضا في كثير من المجالات هنا في تركيا. وقال إن تركيا تعول على هذه الزيارة في رفض الاقتصاد، ونتحدث عن أزمة اقتصادية تمر بها تركيا كانت قبل الزلزال، وشددت الحكومة من إجراءاتها التقشفية بعد الزلزال، لذا الجميع هنا ينظر إلى هذه الزيارة كتعزيز للاقتصاد التركي مع تهاوي الليرة التركية مؤخرا، أيضا زيادة نسبة التضخم، وتعهدت الحكومة بأنها ستقلل نسب التضخم إلى ما دون 10%، واقترب من 40% هذه الأيام. بالتالي هناك تعويل على الاستثمارات الخليجية، رأس المال الخليجي. جودة يلماز قال إننا ننتظر أموال لا نعتمد فيها أن تكون ساخنة، لا يريد أموال ساخنة. عندما يتحدث نائب الرئيس عن الأموال الساخنة يقصد الاستثمار السريع سواء في البورصة أو وضع أرصدة في البنوك، يتحدث عن مشاريع دائمة عقارية، بنى تحتية، مشاريع طاقة، صناعات دفاعية دائمة هنا في تركيا ولا يمكن نقلها بسهولة. أبرز مشاكل تركيا الاقتصادية هي كثرة الأموال الساخنة التي تذهب إلى البنوك التركية ويسحبها المودعين بسرعة، بالتالي هذا يخلخل الاقتصاد التركي. نعم. واضح. شكرا لك من اسطنبول مراسل المشهد ربيع السعوب على جميع هذه التفاصيل.
ينضم إلينا أيضا من الرياضة دكتور سالم اليامي، المستشار السابق بوزارة الخارجية وباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور، ودعنا نبدأ يعني في هذه الزيارة التي تطغى عليها الطابع الاقتصادي. إلى أي مدى اليوم تركيا تمثل نقطة جذب للاستثمارات السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأشكر لكم كريم الاستضافة. يعني تركيا تقليديا خاصة بعد حادثة الزلزال وبعد يعني المرونة السياسية التي أبداها الجانب التركي في علاقاته بالمنظومة الخليجية وفي المقدمة المملكة والإمارات، كان هناك تحسن في العلاقات خلال السنتين الماضيتين. أيضا تركيا تبدي مرونة في علاقاتها بالمحيط العربي، هذا كله سياسيا. لكن اليوم في الحقيقة يعني هناك كما قال سعادة المراسل هناك بنية اقتصادية أو أهداف اقتصادية، لكن في تقديري هذه البنية الاقتصادية لا يمكن أن تأتي بدون أن يكون هناك هدوء سياسي في العلاقات بين تركيا وبين الدول الخليجية الثلاث، خاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية. تركيا لديها تعويل كبير في الحقيقة على المجموعة الخليجية، والسبب بسيط جدا، هو أنه في فترة العلاقات التي كانت متوازنة وطبيعية بين تركيا والمملكة والإمارات من طرف معين، كان هناك استثمارات، كان هناك سياحة، كان هناك يعني مليارات الدولارات تستثمر من الجانب السعودي في البنية التركية، سواء كان في استثمار العقاري أو في الاستثمار الزراعي أو في الصناعي. لكن السياسة هي التي دائما تخرب العلاقات الاقتصادية. اليوم تركيا تعرف أنها يعني تتمتع بعلاقات لينة ومرنة مع المنطقة الخليجية والعربية، وتعرف أنها تريد أن تبني على هذه العلاقات السياسية الممتازة علاقات اقتصادية ربما تنقذ أو تكون حلاً لكثير من المعضلات الاقتصادية في تركيا. طيب دكتور سالم، في المقابل ما الذي تنتظره دول الخليج من تركيا؟ ما الذي تنتظر أن تقدم عليه تركيا لإيجاد هذه المرونة العالية وبالتالي لعودة الاستثمارات الاقتصادية لما كانت عليه سابقاً؟ يعني لا يمكن إنكار أن تركيا واحدة من القوى الإقليمية في المنطقة، لدينا أكثر من قوة، لدينا القوة العربية النامية في شكل مجلس التعاون وفي العمل الخليجي المشترك الذي بدأ يشكل قوة ربما خليجية وعربية، ثم هناك قوة الإيرانية والتركية وقوة إسرائيل. هذه القوة في الحقيقة يعول عليها في العلاقات البينية، دول الخليج تعول على هذه العلاقات. الشيء الآخر، دول الخليج يعني خاصة المملكة والإمارات وأيضا دولة قطر لديها مشاريع طموحة خلال 10 أو 20 سنة القادمة في البنية التحتية، في الاستثمار، في الاقتصاد، في التعاون العسكري، في الصناعة العسكرية. كل هذه المسارات هي مهمة للجانب الخليجي، والجانب التركي لديه ما يقدم في هذا الجانب. إذن هناك البعد السياسي كيعني قوى وكقوى فاعلة في الإقليم، ثم هناك التعاون المشترك، ثم هناك الطموح الخليجي أو البنية الخليجية القابلة للتنمية والتطوير، وما تريده قد يكون موجود في تركيا وقد يعزز من العلاقات التركية، وهذا ربما يشكل جزء من حركة المحاور السياسية في إقليم منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور، كان هناك حديث عن تطوير يعني التبادل التجاري بين تركيا والسعودية إلى نحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كذلك الأمر، تحدث الرئيس التركي قبل قليل في مؤتمر صحفي أن هناك شركات مقاولات تركية على مدار السنوات الماضية كانت تعمل في السعودية. هل اليوم نحن قادرة السعودية وتركيا اليوم على أن تصل بهذا التبادل التجاري من 6.5 مليون أو 6.5 مليار إلى 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة؟ يعني دعني أقول لك شيء معين، السياسة تخرب الاقتصاد، هذه حقيقة يجب أن نلمسها، وهي أكثر وضوحا في العلاقات الخليجية التركية وخاصة في العلاقات الخليجية السعودية التركية. التبادل التجاري ويعني وجود الشركات والاستثمارات الشركات التركية في المملكة كانت قبل تقريبا 4 سنوات موجودة في السوق السعودية، وكانت يعني تمثل عملية أو حركة تبادل تجارية عالية، وربما كانت تشكل
يعني الشريك الأول بين البلدين تركيا والمملكة العربية السعودية. لكن الغيوم السياسية لم تترك هذه العلاقات تنمو، ويعني أفقدت الجانب التركي كثير من الميزات في السوق السعودي، بما حقق تراجع في الاستثمارات وأيضا تراجع في كمية التبادل بين الجانبين. في السنتين الأخيرتين وكما قلنا السياسة أصبحت أكثر مرونة من تركيا، وتجاوزت تركيا بعض الملفات التي كانت شائكة مع المملكة العربية السعودية. الاستثمارات تعود، وفي تقديري وبناء على الطموح السياسي السعودي والاقتصادي السعودي في 10 أو 15 سنة القادمة، في تقديري أن الجانبين قادرين، خاصة أن يعني العلاقات ويعني أوجه التعاون بين الجانبين هي قديمة ومستقرة، ويعني تحظى ب يعني قدر من الثقة عالي جدا. واضح، شكرا لك من الرياض الدكتور سالم اليامي، المستشار السابق بوزارة الخارجية وباحث في العلاقات الدولية، على جميع هذه التفاصيل.